السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد اللقاء بكم في هذا اليوم، هذا بمنتوج جديد عبارة عن سيروم مبيض للبشرة لجميع أنواعها، سواء كانت عادية أو جافة أو دهنية أو حتى أكثر حساسة. فهذا السيروم هذا هو أوكافلور فيتامين سي 30 كما تشوفوا هو هذا. أوكافلور فيتامين سي 30 إفي بوستر، يعني تأثير يعزز البشرة. سيروم، يعني هو سيروم مجدد وضد التجاعيد، مضاد للأكسدة، يحمي البشرة من التصبغات ويحميها من المخاطر اللي تقدر تصيبها عبر هذا السن أو لا عبر التدخلات هذا الخارجية اللي تقدر تأثر سلبيا على الصحة ديال البشرة ديال الإنسان. فكما تشوفوا، كما قلت لكم بأن لو سيروم هو أهم شيء بالنسبة للعلاج الناس اللي عندهم مشاكل، حتى الناس اللي وصلوا لعشرين سنة وتخافوا أن البشرة ديالهم تضيع لهم. فأهم حاجة تتفكروا فيها هو لو سيروم، ولكن ماشي أي سيروم. لو سيروم المهم هو اللي يكونوا فيه ليزاسيد، لأن ليزاسيد هما اللي تيقدروا أنهم يدخلوا، يعني يتبنتخوا بسهولة لهذا البشرة، من البشرة الطبقة الأولى إلى الطبقة الثالثة اللي تتواجد بها المشاكل باش يعالجها. فهاد لو سيروم هذا أسوربيك فيتامين سي 30 ديال لاغام أوكافلور، اللي هو أنتيغيد إكليرسيسون بور تو تيب دو بو. تنسطر على واحد نوع البشرة اللي ما خاصهاش تستعملو، هي البشرة اللي ديجا ليزي، فهذه ما خاصهاش تستعملو. أوسكار فيتامين سي 30 هو واحد المنتوج مهم بزاف، لأن فيه عدة مضادات أكسدة. الجميل في الأمر هو أنه معالج جيد، لأنه تتوفر على ثلاث عناصر فقط في التركيبة ديالو. تتوفر على البروبيلين غليكول، اللي هو واحد الإيموليون اللي تسهل الدخول ديال الكريمة في البشرة. أيضا تتوفر على لاسيد أسكوربيك، اللي هو لا فيتامين سي بواحد النسبه ديال 30%، يعني نسبه جيده جدا. وايضا تيتوفر على ليثيل الاسكوربيك 03، اللي حتى هو تيساعد لابو انها توصل للهدف ديالها، اللي هي بشره خاليه من التصبغات وعلامات بقع سوداء، خاصه في هذا الجو اللي غيسخن دابا وفي الاوقات اللي تيكون الانسان معرض للشمس فيها. فهو تيحمي البشره من هذه التصبغات وتيتراكمش وما تيخليش طبعه فوق البشره. الجميل في هذا المنتوج هذا انه يستعمل رغم ان لا فيتامين سي ما تصلحش يديرها الانسان في لو جوغ، ومعظم النساء تيبغيو انهم يديروا لي سيروم في لو جوغ باش تيبغيو البشره ديالهم تبان زوينه منين يخرجوا للزنقه ومنين يمشيوا للعمل ديالهم. فهاد المنتوج هذا أوكافلور فيتامين سي سيروم افي بوستر تيدار اون ابليكاسيون لو ماتان ماشي لو سواغ، باش تيلبي الرغبات ديال النساء اللي تيبحثوا على هاد الجوده هادي. ايضا تلقاو بانه تتوفر على 15 مليليتر. 15 مليليتر هي واحد النسبه مهمه، تتقدر انها تبقى واحد المدة عند المرأة في الاستعمال ديالها، ما تساليش دغيا، هي واحد نقطة مهمة. بفضل المركبات الثلاثة هذا اللي فيه، يعني هاد المركبات هذه اللي تتخليه انه يكون منتوج، يعني كما تنقولوا منتوج متميز. كل شيء نقدر انني نسبقه على جميع الكريمات والجيلات والمنظفات ديال البشره هو لو سيروم. فلو سيروم اللي تتوفر على لاسيد
مثل الاسيد اسكوربيك، الاسيد الجليكوليك، المهم جميع لي اسيد. هو واحد لو سيروم اللي تيكون معالج. اما الكريمات والزيوت فهما عباره عن مرطبات اللي تيقدروا انهم يخدموا على البشره الاولى فقط، يعني ما تيدخلوش يعالجوا الاماكن اللي خاصها تعالج في الطبقه الثالثه. فنوصيكم لو سيروم اهم شيء تقدروا تفكروا فيه باش تعالجوا البشره ديالكم. سيروم عادي يعني يكون ضروري تسولوا بانه سيروم يتوفر على الاحماض، يعني على لي زاسيد مثل هاد لي زاسيد اللي قلت لكم. سيروم اوكافلور فيتامين سي 30 يجمع بين تاثيره المرطب ومضاد التجاعيد ومضاد الاكسده، ليكشف عن اشراق حتى البشره الحساسه اللي كثرات هذا الزمن هذا بسبب الامراض وبسبب هذا العديد من النساء والعديد من النساء والرجال اللي عندهم مشاكل في البشره شفاهم الله، وذلك بفضل هاد المكونات النشطه القويه مثل على النحو التالي حمض الاسوربيك او الفيتامين جي، كذلك البروبيلين جليكول والفيتامين جي 0.3 إيثيل أسكوربيك. فبفضل هذا الثلاثي اللي ما كاينش أي زيادة، يعني منتوج فيه ثلاث أشياء مهمة في التركيبة ديالو، هاد البشرة الحساسة جدا اللي عندها مشاكل يعني جد صعبة، فبفضل هاد الثلاث مركبات يقدر أن هاد الشخص اللي عنده هاد البشرة هذه يحصل على إشراق في البشرة ديالو ونعومة وجمالية في المنظر ديالها. منين تنهضروا على هذا الاشراق هذا، فهو هاد لا فيتامين سي هاد لو سيروم هذا فهو معزز اشراق حقيقي، يعني يعيد دفعه واشراق صحيه للبشره ويترك البشره اكثر اشراقا كما كانت النوع ديالها. جميع انواع البشره من غير كما قلت لكم البشره المعرضه للليزر حتى هي ما ديرهاش. ايضا تنوجدوا بانه يتخلص هذا السيروم هذا يخلص البشره من الخلايا الميته التي تجعلها باهته، فكل نساء تيقلبوا على بشره جميله، فهو واحد السيروم اللي تنهضر لكم عليه اللي ما غاديش ينال الاعجاب ديالكم وغادي يعجبكم بزاف وغتستعملوه وغادي تحبوا تستعملوه لانه تستحق انه هذا يتخاذ من النساء اللي تيحافظوا على الجمال ديالهم. ايضا هو يقلل من بقع التصبغات فوق البشرة، ويقلل كذلك من التجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين. هذا الكولاجين هذا اللي هو مهم للبشرة ديال الإنسان بصفة عامة، وهذا الإنتاج التحفيز ديال إنتاج الكولاجين تيكون في الأدمة. أيضا يبطئ إنتاج الميلانين كما قلت لكم في الأول المسؤول عن ظهور البقع السوداء والتي تؤدي إلى بقع صبغية فوق البشرة. ايضا يساعد ايضا هاد التركيبه ديالو الثلاثيه اللي ما زيدينش فيها شي حاجه اخرى، تساعد ايضا في توحيد واشراق البشره للحصول على بشره متجدده من ناحيه هذا الخلايا ديال البشره ومشرقه في نفس الوقت. فتساعد انا تنهضر عليه بزاف لانه منتوج صحي وجيد، يعني يستحق انني نطول الهضره عليه. فهو تساعد التركيبه ديالو اللي هي ثلاثيه، يعني ما فيش زيادات نقدروا نقولوا مسرطنه على هاد المواد الثلاثه. هاد التركيبه هذه تساعد على توحيد واشراق البشره للحصول على بشره متجدده ومشرقه بشكل واضح. اوكافلور سيروم فيتامين سي 3
مضاد أكسدة مركز بنسبة 30% ديال لا فيتامين سي، يجمع بين، فالإنسان اللي تيحب أنه يظهر بمنظر جميل وتكون لديه بشرة جيدة اللي ما تأثرش عليه سلبيا، إذا كانت، حيت معروف أن الإنسان إذا كانوا فيه بقع سوداء أو لا كانوا فيه مشاكل في البشرة ديالو في جميع طبقات العمر، فتيقدر أن داك الشيء يأثر عليه على ممارسة الحياة اليومية ديالو. فبشرة بها مشاكل هو مشكل بالنسبة للإنسانية، اللي خاص أن الإنسان ما يكترش في التفكير على البشرة ديالو، خاصها تكون طبيعية، خاصها تكون جيدة باش يمشي لحاجة أخرى، يبحث في حاجة أخرى، ما يتعطلش بالبشرة ديالو لأنها ما عجباش. فهاد السيروم هذا تنصحكم أنكم تاخدوه وتسميتو تبحثوا عليه بزاف، لأنه مهم بزاف، والاستعمال ديالو يعني راه مهم أنكم تختاروه. والسلام عليكم.